معوضات المتحف كثير من الأشياء القديمة والتاريخية، وإليكم أشياء الزينة وأشياء العمر، كلها وجدت من أراضي أذربيجان ويعود تاريخ إلى قبل ما 2000 عام، يعني إلى عهد البرونزي. والأقراط بشكل الصعبان والطيور تدل على أن أجدادنا كانوا يقدسون طواطم مقدسة. وبين المعروضات المتحف رجل للعرش يعني للكرسي الساساني بشكل أنغاي يعود تاريخ إلى القرن الثالث، وجد من مدينة نخشوان لأذربيجان. وإن أرجل أخرى لهذه العرش تنقص في متاحف العالم، أحد تنقص في متحف ميتروبوليتان في نيويورك، أخرى تنقص في متحف إرميتاج في روسيا، والثالث في متحف بريطانيا في لندن. وبين المعروضات السجادة الرائعة تحت عنوان أربعة فصول، صنعت في أوائل القرن العشرين في تبريز، وإن هذه السجادة هدية بمناسبة افتتاح متحفنا عام 1945. تم التصوير على هذه السجادة الصور لأثر معماري قديمة للشرق مثل تخت جمشيد وجات السلطانية طاغ كسرى والمسجد أزرق. وعلى أربعة الزوايا نرى روايات دينية من القرآن الكريم، إن نبي موسى يرعى المواشي، ونبي إبراهيم في أثناء ذبح ابنه، آدم وحواء في الجنة، ورحل نبي موسى إلى جبل سيناء. وتم التصوير على هذه السجادة الصور للشعراء الكلاسيكيين للشرق مثل فردوسي، نظامي، عمر خيام، حافظ، سعدي والغالي. وتم كتابة على هذه السجادة الشعر بالفارسية متكون من 6 سطور، ويقال فيها إن هذه السجادة قيمة جدا ولا يمسه إلا نبلاء.